من شمال العاصمة الرياض نفذ عدد من المتطوعين أعمال خدمة الأشجار في جامع الشريفة حصة طيارة، والذي نفذته جمعية أفاق خضراء بفائض مياه الوضوء. عبد العزيز عبد الله العقيل نائب رئيس جمعية أفاق خضراء البيئية، متطوع الآن بهذه الحملة. الحملة تقوم على خدمة أشجار المساجد التي نفذت فيها مبادرة الاستفادة من مياه الوضوء. بدلا سابقا كنا نستعين بمؤسسات بعقود للقيام بهذه العملية، ولكن الجمعية فكرت بأن تطرحها كفرص للمتطوعين ليقومون بعملية تقليب التربة وعملية تقليم الأشجار، تقويمها، تنظيف فلاتر المياه. والحمد لله نفذت المبادرة الأولى والمبادرة الثانية، والآن المبادرة الثالثة في جامع والدة الدكتور ناصر الطيار في حي النرجس. سعد العجمي، عضو الفريق التطوعي في جمعية أفاق خضراء البيئية. أنا منسق المنصة حق العمل التطوعي. الحمد لله وزارة العمل أطلقت منصة العمل التطوعي، وتستهدف إلى تسهيل وصول المتطوعين للفرص التطوعية عن طريق الجهات الموفرة للفرص. الحمد لله بالنسبة للجمعية قدمنا عدة أعمال بيئية. بدأت كل سبت عمل تطوعي، ونلاحظ كيف أن المنصة وفرت أشياء كثيرة، منها وصول لجميع فئات المجتمع التخصصي أو الفئات العامة. ومن الأشياء الجميلة تواجد والدة مع ابنتها قادمين من غرب الرياض، فما قصتهم؟ معكم أختكم نجلاء الحمد، قائدة في إحدى مدارس وزارة التعليم. حبيت أشارك اليوم في زراعة جامع الشريفة حصة طيار، وتم التسجيل في منصة العمل التطوعي، ومعاي ابنتي سارة. حبينا نشارك. طبعا العمل التطوعي لها أهداف كثيرة حسب رؤية 2030، زيادة عدد المتطوعين، المشاركة في العمل التطوعي، فحبينا نشارك مع الزملاء. فرصة العمل التطوعي شارك بها عدد من الأبناء لحبهم للعمل التطوعي. نواف الغامدي، شيء جميل صراحة أنك تشارك الناس وتشتغل معهم وتتطوع وتزرع الأشجار هنا ونساعد في كون الرياض الخضراء. يعني يسعى القائمون على المبادرة أن تشمل عددا من الأحياء في الرياض، والتطوع هو خلق روح إنسانية متعاونة بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة. للرياض اليوم، خليل الجبيري.